Syrian people have longed for civil life and civil organizations for years. Free police has been a source of safety for Syrian people living in the liberated areas. Syrian regime tried hard to distort their picture in front of the international community. Of course, in addition to targeting them with rockets and bombs. This time, BBC did the mission and made inadequate report accusing them of supporting tourism that led to cut the funding from them. This can be considered a systematic step that might affect the Syrian Revolution and brace the Syrian regime. <laughs> بداية تأسست الشرطة الحرة في حلب في عام 2012 بعد ما تم تحرير هذه المناطق من سيطرة النظام الغاشم كان لزوما علينا كضباط شرطة منشقين عن النظام تأسيس قيادة شرطة تحل محل الشرطة القديمة الغريب أن محطة البي بي سي هي محطة عالمية لها شهرة واسعة استندت في تقريرها إلى طرف, شهر... إلى طرف واحد ولم تسمع إلى الطرف الثاني الإعلام معروف مثله مثل ومثل القضاء يجب ألا يبني أي حكم أو تقرير إلا بعد الاستماع إلى طرفين أما التقرير اللي إجا عن محطة البي بي سي كان, طريف... كان تقرير يعتمد على طرف واحد ولا يقف على أحد أن محطة البي بي سي هي المحطة الخارجية الوحيدة التي لها مكاتب عند النظام هذا التقرير هدفه القضاء على مؤسسات قائمه منظمه تعمل في المناطق المحرره كالشرطه الحره او الدفاع المدني او التربيه، اهم ما يزعج النظام في المناطق المحرره هي وجود مؤسسات منظمه، نحن بقياده شرطه حلب الحره لدينا نظام مالي شديد ومعقد، قياده شرطه حلب الحره ما بتعطي الرواتب لعناصر الشرطه الا بالذات وباليد شخصيا بعد إبراز الأوراق الثبوتية التي تثبت شخصية العنصر. طبعا هذا الكلام بالتنسيق والتعاون مع منظمة أجاكس أيضا في عندها مراقبين ماليين بيحضروا معنا أثناء توزيع الرواتب.